حكاية ربة منزل تحولت إلى صاحبة أعمال بعد أزمة لمرض زوجها بمشروع محل طعمية من غرفة الشارع. ريحة الطعمية بتاع الست صباح قلب الشارع وقلب المنطقة، وبقت أشهر حد بيعمل فول وطعمية. كم يبلغ عدد الإناث رؤساء الأسر في مصر؟ 4,100,000 أسرة في مصر. في القصص الملهمة تحكي النائبة هند حازم بطلة السباحة وعضوة البرلمان رحلتها من الكرسي المتحرك. دخلت وأنا داخلة بصراحة مش عشان أجيب ميداليات، أنا داخلة أشوف إيه اللي بيحصل في البطولات اللي بنسمع عنها في التلفزيون دي. ومن أسئلتكم، كيف يتم مواجهة شخص يبتز فتاة بصور ورسائل؟ فيها حبس ممكن يوصل لثلاث سنين سجن، وليكي كمان الحق في تعويض كبير من الشخص ده. ازاي الحال؟ عايزة اقول لكم على حاجة مهمة قوي. احنا مفيش اي سؤال ولا تعليق بتبعته لنا على الفيسبوك على البرنامج وما بنقراهوش وناخد بالنا منه. في اسئلة كتيرة جدا بتتكرر من سيدات طول الوقت بتسأل، انا بقى عندي 40 سنة ونفسي اشتغل، ممكن الاقي شغل ازاي؟ او انا كبرت الولاد وعايزة اشتغل وبقى عندي 50 سنة بس انا ما اشتغلتش قبل كده، ممكن الاقي شغل ازاي؟ عشان كده قلت بقى ايه، بدل ما جاوب نظري على الموضوع ده اقول لكم على حكاية الست صباح او ام فضل زي ما بيسموها في الحتة بتاعتها. ايه بقى قصة الست صباح؟ هي ست زي كتير من الستات، يعني تعليمها متوسط، اتجوزت، جابت الولد وجابت البنت وقعدت جنب جوزها وتمام. هو راجل يعني كسيب لكن ارزقي، بيشتغل في العمل الحر زي اغلب المصريين. الست صباح فجأة اتعرضت لأزمة جامدة جدا هي والعيلة كلها، لأن الزوج عمل حادثة. الحقيقة كانت فاجعة، لأنه فكرة إن حد بيشتغل في العمل الحر اللي هو أرزقي يوم ورا يوم وفجأة تحصل مشكلة بالشكل ده ويدخل المستشفى، هنا القلق بيبقى ضخم جدا. القلق على الراجل طبعا اللي حسه بالدنيا واللي بيبقى يعني كل العيلة وبالذات زوجته واقفين على شعر راسهم علشان يقوم بالسلامة، لكن كمان فضل عند صباح جنب القلق على جوزها هو القلق على الولد والبنت اللي في الجامعة وفي ثانوي، في مذاكرة وفي دروس وفي التزامات وفي بيت مفتوح وفي راجل في المستشفى ما عندوش تأمين صحي ومحتاج برضو ست جدعة تقف ورا منه. المهم صباح قدرت تدبر حالها، وكانت ست يعني ايه نفسها عزيزة. عارفين الستات المصرية الجدعة نفسها عزيزة، اللي يسألها انت عايزة حاجة تقول لهم لا مستورة، يا ستي نساعدك بحاجة لا مستورة، لانه كتير من الستات ممكن تطلب المساعدة من حد بره، لكن لو طلبت من حد من العيلة سواء عيلتها او عيلة جوزها تحس انها مكشوفة عريانة، مش عايزة تبان كده قدام الناس إنها محوجة أو إن جوزها مقصر حتى لو هو في المستشفى. المهم صباح فضلت تدبر حالها لحد الراجل ما قام بالسلامة ورجع بيته، لكن كان قدام منهم تحدي كبير إنه مش هيرجع الشغل في القريب، هياخد وقت طويل في العلاج وفي التأهيل عقبال ما يقدر يشتغل ويعالم هيقف على رجله ولا لأ. طيب صاحبتنا مش عارفة تعمل إيه، سمعت عن جمعية أهلية في المنطقة بيساعدوا الستات إنها تعمل مشروعات صغيرة توقف على رجليها، راحت تشوف ممكن يساعدوها بإيه بدل الوضع ما هو ماشي من سيء لأسوأ. لما راحت هناك شافت ستات كتيرة وده طمنها. أحيانا لما نحس إن إحنا مش لوحدنا وناس كتير في ظروف زينا، ده بيخلي الناس تهدى شوية وتبدأ تسأل بعض، طب انتوا عاملين ايه؟ طب بتشوفوا ايه الموضوع؟ اللي هي الاستفادة كده من الخبرات المختلفة والناس بتمشي حالها ازاي. الجمعية ساعدت صباح انها تفكر هي ممكن تقدر تعمل ايه وايه اللي متوفر عندها. لقت عندها ميزة مهمة قوي، ان هم ساكنين في الدور الارضي وفي اوضة على الشارع. ايه ميزة الاوضة اللي على الشارع دي بقى؟ هي فضت الاوضة دي و خلت الجمعية اشترت لها مكنة اللي هي بتعجن الطعمية، عارفين مكنة عجين الطعمية اللي في محلات كده بتاعت الفول المدشوش والكلام ده،
واشتغلت على موضوع انها تعمل فول وطعميه وزي مطعم صغير كده يقدم حاجه الفطار. ريحه الطعميه بتاع الست صباح قلب الشارع وقلب المنطقه وبقت اشهر حد بيعمل فول وطعميه. الدنيا ماشيه مستوره، لكن مفيش حاجه كده مستقره ولا مكسب كبير. ما هو برضو الفول والطعميه يعني يمشوا الحال يسترونا، لكن ما يعني خططوش للمستقبل قوي. بدات بقى تطور في الموضوع اللي هي الناس محتاجه الفول والطعميه الصبح عشان يفطروا. طيب هي هتشتغل 3 4 ساعات، يعني المكسب هيبقى على قد ال 3 4 ساعات دول. ازاي تطور انها تعمل حاجه الناس تحتاجها طول الوقت؟ ايه اللي الناس عايزينه؟ ايه اللي الناس بتدور عليه؟ فبدات تعرف تعمل بقى كريب وبيتزا والحاجات اللي هي المصريين بيقولوا عليها ايه، كتيره الدبكه قليلة البركة، يعني قصة إن الناس تقعد تعجن وتفرد وتعمل بيتزا والكلام ده كله في البيوت صعب شوية، لكن لو واحدة محترفة هتعملها أفضل. رجعت تاني للجمعية قالت لهم أنا عايزة أطور وعايزاكم تساعدوني أجيب فرن مخصوص للموضوع ده علشان تطلع الحاجات بتاعتها متميزة، لأن فرن البوتاجاز العادي ما يطلعش كريب وبيتزا مظبوطين على فكرة. وبدأوا يعلموها ويجيبوا لها شيفات يعلموها وتطور الفكرة لحد ما الأوضة الصغيرة دي كبرت شوية شوية وبدأت تشتري محل علشان تنقل فيه الشغل وتبدأ ترخصه ويبقى محل في المنطقة، وبقت واحدة من أشطر وأشهر المحلات اللي بتقدم الأكلات الخفيفة زي الفول والطعمية والبيتزا والكريب والحاجات اللطيفة دي. الحقيقة دي قصة من القصص اللي ممكن تجاوب على أسئلتكم. هل فعلا ممكن نبدأ حياتنا متأخر؟ هل ممكن ندخل في مشروع وإحنا عندنا 40 أو 50 أو 55 سنة؟ حقيقي مفيش حاجة متأخرة، المهم إننا نبدأ وندور على مين يعلمنا البداية الصح ويكمل معانا. صح الكلام؟ شوفكوا بعد الفاصل. انتوا عارفين في كام سيدة بترأس أسرة في مصر؟ بنلاقي الأسر اللي بترأسها امرأة أكتر بكتير من الأسر اللي بيرأسها رجل. بعد الانفصال أو الهجر بقت الستات هي اللي مسؤولة عن الأسر. كل الكلام ده محتاج إعادة نظر. انتوا عارفين في كام سيدة بترأس أسرة في مصر؟ يعني ايه ترأس أسرة؟ يعني ست بتعيل أسرة لوحدها ما معهاش حد بيساعدها، لا راجل ولا متجوزة ولا ابوها ولا اخوها ولا اي حاجة، معاها أسرة سواء بقى نتيجة انفصال او وفاة الزوج او ايا كان السبب، انما بترأس أسرة لوحدها. عارفين الرقم كام؟ 4,100,000 أسرة في مصر ستات هي المسؤولة عنها. الرقم ده المظبوط اللي طلع من جهاز التعبئة والإحصاء آخر إحصائية لعام 2019، علشان بس في ناس كثيرة بتقعد تقول أرقام مختلفة، أنا أحب أرجع للمصادر المظبوطة. 4,100,000 أسرة دول بيشكلوا نسبة قد إيه؟ 16.7% من إجمالي الأسر المصرية. طب إحنا ليه بنتكلم على الموضوع ده أو بنقول إن الست بترقص 16.7% من الأسر؟ لأن ده لازم يترجم في قوانين تساعد الستات دي. مفيش حاجة تعطلهم، مفيش حاجة توقفهم، مفيش حاجة تقول لهم أصل ما ينفعش تفتحي حساب في البنك للولاد، ما ينفعش تقدمي في مدارس، ما ينفعش توافقي على عملية جراحية. كل الكلام ده محتاج إعادة نظر، لأني زي ما بقول لكم النهاردة بقى في نسبة كبيرة جدا من الأسر رب الأسرة هو الست وفقط. خلونا نشوف الإنفوجراف ده ونرجع نتكلم تاني. يزداد نسبة رؤساء الأسر من الإناث إلى 0.7% بالفئة العمرية من 15 إلى 29 عاماً، عن الذكور نسبتهم 0.1%. يزداد نسبة رؤساء الأسر من الذكور إلى 48% بالفئة العمرية من 30 إلى 44 عاماً، عن الإناث نسبتهن 28.6%.
تتقارب نسبة رؤساء الأسر من الإناث والذكور بالفئة العمرية من 45 إلى 59 عاماً بنسبة 33.6% للذكور و 32.3% للإناث. تتضاعف نسبة رؤساء الأسر من الإناث بالفئة العمرية 60 عاماً فأكثر إلى 38.3% عن الذكور، نسبتهم تنخفض إلى 18.3%. الحقيقة الملفت جداً للنظر هو إنه النسبة بتزيد عند سن معين، لكن كمان في تصنيف حوالين الأسر اللي رب الأسرة سيدة لوحدها والأسر اللي رب الأسرة رجل لوحده، وفي مراحل عمرية بيتساووا سوا، وبعد الستين بنلاقي إنه الأسر اللي بترأسها امرأة أكتر بكتير من الأسر اللي بيرأسها رجل، وده شيء غريب قوي. خلونا نشوف الإنفوجراف اللي جاي ونتكلم أكتر لأنه هيفتح عينينا على حاجات كتيرة جدا، نشوفه ونتكلم تاني. تزداد نسبة رؤساء الأسر من النساء غير المتزوجات أبداً إلى 2.7%، عن الذكور غير المتزوجين أبداً ونسبتهم 2.6%. يتضاعف عدد رؤساء الأسر من الذكور المتزوجين إلى 93.7% مقابل الإناث رئيسات الأسر المتزوجات ونسبتهن 22.7%. تزداد نسبة رؤساء الأسر من الإناث المطلقات إلى 5.4% مقابل الذكور المطلقين ونسبتهم 1.1%. تتضاعف نسبة رؤساء الأسر من الإناث الأرامل إلى 67.9% مقابل الذكور الأرامل ونسبتهم 2.3%. تزداد نسبة رؤساء الأسر من الإناث المنفصلات أو بحالة هجر إلى 1.3% مقابل الذكور بحالة الانفصال والهجر ونسبتهم 0.2%. أنتوا عارفين اللافت للنظر في الإحصاءات اللي قدمها التعبئة والإحصاء هو فكرة إنه بعد الانفصال أو الهجر بقت الستات هي اللي مسؤولة عن الأسر، بقت هي رب العائلة، وده الحقيقة لازم يلفت نظرنا لأننا نراجع القانون. يعني في طريقتين في التفكير، إن ناس تقولك إيه والله يعني ده ما ينفعش وما يصحش ولازم نرجع زي زمان والناس تتحمل مسؤولياتها والستات تستريح والرجالة هم اللي يشيلوا المسؤولية. جميل، كلام جميل، لكن الست أم كلثوم حسمته وقالت إيه بقى؟ عايزنا نرجع زي زمان؟ قل للزمان ارجع يا زمان. الآن في واقع مختلف محتاج مننا تعامل قانوني مختلف. لما بنبص على الدول التانية لقينا مثلا السعودية غيرت قانون الأحوال المدنية وقالت فيه إيه؟ رب العائلة هو الأب أو الأم، لأن خدوا بعين الاعتبار إن بقى في نسب كبيرة من العائلات رب العائلة هو الأم. إحنا محتاجين تغيير من النوع ده علشان يتوافق مع الواقع الجديد اللي إحنا بنعيش فيه. عموماً خلينا نخرج من هذا الحوار اللطيف بأغنية ألطف لنسمة محجوب قالته وإحنا بنحتفل بالمرأة المصرية. نتبسط مع نسمة ونرجع. من أكتر القصص اللي أنا بستمتع بيها لما تبعتوها لي على صفحة البرنامج على الفيسبوك هي القصص اللي بيبقى فيها أمل وخروج من الأزمة، لأنه لو على المشاكل والأزمات كلنا بنعدي بيها، لكن الشاطر هو اللي يقدر يساعد نفسه ويساعدنا كمان إننا نفهم أكتر ممكن نخرج من الأزمات إزاي. من اللقاءات الحلوة قوي اللي عايزاكم تشوفوها معايا لقاء مع النائبة البرلمانية هند حازم، لما تشوفوه هتعرفوا أنا بتكلم على إيه. إزاي الحال؟ دايماً بقول إنه أي ستة أو بنت عايزة تنجح لازم تكون نشيطة، لأنه ده بيفتح فرص كتيرة جداً، والشاطرة بتبقى عاملة زي اللي قالي النادرة كده، بيدوروا عليها مش هي اللي بتدور عليهم. ومعنا بقى مثل حي النهاردة النائبة هند والسمكة الذهبية. أقول لك إيه بقى فيهم، هند ولا السمكة الذهبية؟ السمكة الذهبية. طب احكي لي بقى حدوتة السمكة الذهبية الأول وبعدين نروح البرلمان مع بعض.
حدوتة السمكة الذهبية جت بداية من 2015، أنا مستخدمة كرسي متحرك وحادثة مش مولودة كده، وكنت قبل الحادثة بنزل المية أصيف عادي مع عائلتي وكده. ففضلت على مدار السنين كلها نفسي أحقق الحلم ده إن أنا أنزل المية تاني، فأتيحت لي فرصة إنه من خلال مؤسسة تنموية غير ربحوية لإصابات العمود الفقري فقط، بتفتح نشاط للرياضي لمستخدمي الكراسي المتحركة. فسمعت عنهم وتفاعلت معاهم، وهم في المؤسسة دي في القاهرة والتمرين هيبقى في القاهرة، وأنا أصلا من الزقازيق. بس وانتي بتتحركي من الزقازيق بقى للقاهرة معاناة؟ مفيش تسهيلات؟ مفيش تسهيلات خالص، لأني أنا إصابة نخاع شوكي فقرات عنقية، أول إصابات الرباعي، فإحنا ما لناش عربية. كان لغاية القانون القديم، لغاية ما القانون الجديد بتاعنا طلع 10 سنة 2018 سمح لي إن يبقى لي عربية. سجل تسهيلات للنوع ده من الإصابة. الأول بقى كنت تحركاتي إزاي؟ يا إما عربية برايفت، يا إما أحاول أشوف أي وسيلة مواصلات. فأنا تمريني 3 أيام في الأسبوع، ففكرت في القطر، كنتش أعرف أصلا محطة القطر في الزقازيق فين. رحت بقى اتصدمت، سلالم وكباري و حدث ولا حرج. حاجة فلة كده بصراحة يعني. بس دي تجربة مهمة هتاخديها معاك البرلمان. ده أنا أوريدي اشتغلت عليها فعلا. طيب بدأت. قبل ما نروح البرلمان بقى كمليلي قصة السمكة الذهبية دي، تعلمتي سباحة الحمد لله وهننزل نبلبط في البحر، ايه اللي حصل؟ ولا حاجه بقى، الكباتن قالوا لي ايه طب جربي كده تدخلي بطوله معانا. الكلام ده كان بعد 6 شهور من تعليم السباحه. دخلت، وانا داخله بصراحه مش عشان اجيب ميداليات، انا داخله اشوف ايه اللي بيحصل في البطولات اللي بنسمع عنها في التلفزيون دي. فقدر الله يعني ان انا اجيب ميداليتين فضه ما شاء الله. انا دايما اقول طول عمري ربنا بيطبطب عليا. انا كان نفسي في ايه قبل ما اتعلمت سباحه؟ انزل البحر. في شهر 6 2016 يجي بطوله ميه مفتوحه في البحر في اسكندريه، تعومي كيلو. يا خبر. فانا قلت لهم انا عايز اشترك فيها. ما كانش ينفع اشترك فيها لان انا كنت البنت الوحيده اللي شال الرباعي. ما هو انت لازم يكون في ناس مشابهه لاصابتك تنافسيهم. بالظبط. فانا اصابتي ما كانش فيه زيها، فمش هتلاقي حد تنافسيه، فهنزل انافس مين؟ قلت لهم نزلوني مع الشلل النصفي اللي هم اعلى مني، يعني هيبقى اقوى مني، دراعه سليم 100%. قلت لهم نزلوني معاهم، انا مش عايزه بطوله، انا مش عايزه ذهب ولا عايزه، انا مش عايزه ميداليه، انا عايزه اشارك في البطوله. انا كنت كده وعمت معاهم وحققت برونز. ما شاء الله. انا عايزه اقول لك البرونز دي بالنسبه لي ذهب. طيب انا عارفه بعد كده ان الدنيا اتطورت معاكي في السباحه واخدتي ما شاء الله ذهب على مستوى الجمهوريه. خدت ذهب وخدت اخر حاجه 12/2019 كاس مصر. النشاط بتاعك في توعيه المجتمع هو اللي خلاكي نورتي كده في محافظه الشرقيه. السباحه والتوعيه يعني. انا السباحه شهرتني في الميديا، وبقيت خلاص الجولدن فيش، وكل الاعلام بقى بيتكلم عن هند حازم البنت الشلل الرباعي اللي بتجيب بطولات وبتتحرك لوحدها. فدي ناحيه اعلاميه خلت هند تنور في المنطقه بتاعتها. تمام. بعد كده انا عامله مبادرات اسمها الكرسي اسلوب حياه، كنت انا وكمان صحابي اللي مستخدمين كراسي متحركه معايا في النادي عملناها، وكنا بنلف بيها على المحافظات والنوادي والجامعات والمدارس عشان الجيل الجديد هو اللي هتقدري تشكلي فيه، هو الطين الصلصال. طيب انت ناويه تعملي ايه بقى؟ انت النهارده بقيتي في اعلى هيئه تشريعيه ورقابيه في البلد، وعندك وزير التنمية المحلية هو مسؤول عن كل اللي انت بتقوليه ده، ناوية تعملي ايه؟ لا هو بص، انا هقول لحضرتك على حاجة، اصل هو الملف بتاع الاشخاص ذوي الاعاقة ده اللي انا بفتخر ان انا واحدة منهم. يعني الميزة ان انا اصلا متبنياه من غير ما اكون نائبة بشكل فطري. وربنا سبحانه وتعالى انا حسيت ان هو يعني على مدار السنين فاتت دي كلها كان بيحضرني الحاجة انا ما كنتش فاهماها، ما فهمتهاش غير لما ربنا استخدمني وحطني في البرلمان، مع ان ده حاجة ما كاتش في دماغي خالص. انا زي كل الناس اللي هو يعني ماليش اي علاقه بالايه اللي بيحصل جوه ده، انا حتى مش دارسه حقوق، انا دارسه اعلام. لو حبينا نرتب القضايا يا هند، ايه اكتر حاجه انت تحسي انها اولويه؟ الزوجه المعاقه. بمعنى ده رقم واحد عندي. انا عندي القانون بيدي الشخص ذوي الاعاقه انه من حقه يجمع ما بين معاشين، وما حددش مراه ولا رجل. جت في اللائحه التنفيذيه وفي التفعيل أخص الرجل بأنه هو يجمع ما بين معاشين، والمرأة لو تزوجت
ما تجمعش ما بين المعاشين، ما تاخدش معاش. طب انا قانوني القانون 10 سنه 2018 ما اقرش بكده، ما فرقليش، ما قاليش ست ولا راجل. فالست النهارده قدامها حل من الاثنين، يا اما تتجوز عرفي اللي هي الست المعاقه، يا اما تتجوز عرفي وده احنا عشان تحافظ على المعاش، عشان تحافظ على انها تجمع مع المعاشين، يا اما ما تتجوز. اه طب انتوا يعني فده دي قضيه مهمه جدا. انا داخله اصلا داخله يعني ده اول حاجه هشتغل عليها. ايه تاني حاجه؟ موضوعات الاشخاص ذوي الاعاقه كتير جدا، تفعيل الاتاحه في الدوله وفي خاصه في الاذيب. يعني لو ما فيش امكانيه اعمل مطلع، ما انا ممكن اعمل حاجه رافعه هيدروليك كده بترفعني، وعلى فكره مش غاليه يعني خالص. يعني هي فكره الاسانسير بس بشكل بدائي ورخيصه. عندك موضوع المواصلات، يعني ايه عشان اروح اركب القطر ابقى باخده معايا 4 بادي جارد يشيلوا الكرسي؟ لازم يعملوا مكان يسمح، لازم يوسعوا لي باب الكابينه المكيفه وادخل الاقي لي مكان. انت عارفه يا هند اجمل حاجه قلتيها ان انت ما كنتيش عارفه ايه اللي بيحصل. يعني انت ما اتولدتيش عندك اعاقه وحصلت حادثه اقعدتك، وطبعا يعني ما انتيش عارفه ايه اللي بيحصل، وتكون هي دي الدافع او السبب او ان ربنا كان بيحضرك لحاجه كبيره. انا الحقيقه مجرد ما سمعت منك الكلام ده حسيت انه قد ايه حاله الرضا والتصالح مع الذات، لكن كمان انك شايله القضيه في الموضوع، يعني شايلها على قلبك وماشيه. فاحنا متاكدين انك هتعملي حاجه فعلا محترمه وحاجه فارقه في البرلمان، لانك صاحبه قضيه حقيقيه. يعني شاء الله. أنا سعيدة جداً إن أنا شفتك واتعلمت منك كتير فعلاً. لا العفو، إزاي بقى؟ ربنا يوفقك ونورتينا النهاردة. مرسي يا أستاذة نهار، أنا مبسوطة أنا شفت حضرتك حبيبتي. تسلمي. مرسي. من أجمل اللقاءات اللي أنا يعني عملتها هو لقاء مع هند، لأن الحقيقة مش بس الأزمة اللي عدت بيها، لكن كمان في شيء كده إلهي ورا الأزمة دي بيدفعها في سكة هي نفسها ما كانتش مخططة لها. فسبحان الله، يعني إن بعد العسر يسر حقيقي. يعني خلينا كمان نشوف حاجة حلوة جدا طول الوقت بتبعتوها لنا على صفحة محاميك، وهي الأسئلة بتاعتكم علشان نستفيد منها مع بعض. خلينا نشوف أول سؤال. لو في حد بيقوم بالابتزاز بصور ورسائل، محتاجة حل جذري لإجباره على مسح الصور والرسائل دي تماماً من تليفونه وعدم التهديد بنشرها بين الأهل والأقارب مرة تانية، وهل الأفضل تبليغ مباحث الإنترنت ولا عمل توكيل لمحامي؟ التهديد بالرسائل ده شكل من أشكال الابتزاز، وده بيجرمه القانون. علشان كده تقدري حضرتك تعملي بلاغ لمباحث الانترنت بنفسك، أو توكلي محامي، أو تعملي الاثنين. يعني تعملي البلاغ وفي نفس الوقت تعملي توكيل لمحامي عشان يقدر يتابع الإجراءات، ولما تنزل جلسة أكيد هتبقي محتاجة محامي يترافع فيها. لكن أنا كمان عايزة أطمنك أنه العقوبة للنوع ده من الجرائم بتبقى شديدة، لأن فيها حبس ممكن يوصل لثلاث سنين سجن، وليكي كمان الحق في تعويض كبير من الشخص ده. النوع ده من الجرائم بينظر قدام المحكمة الاقتصادية، وبتبقى التعويضات بتاعتها كبيرة والعقوبات بتاعتها مش سهلة، عقوبات قاسية. عشان كده عايزة أي حد بيعمل الكلام ده ياخد باله ان ما فيهوش هزار. ممكن مباحث الانترنت تاخد شوية وقت، لكن لو نزل جلسة، وان شاء الله هينزل جلسة، لا هتاخدي حقك تالت ومتلت. نشوف سؤال كمان. اختي جوزها طردها هي وولادها من البيت، وراح اتجوز واحدة تانية ومش بيصرف عليهم، واختي عايزة تتطلق وهو رافض. ممكن حضرتك تقولنا نعمل ايه؟ خصوصا ان مش معاها فلوس تقوم محامي يرفع لها قضية خلع او طلاق، وابنها في ثانوية عامة. طيب احنا هنا بنتكلم على حاجتين. حاجة الاحتياج لفلوس علشان الولد اللي في ثانوية عامة واللي باباه بيعرضه للخطر وضيع مستقبله لما ما بيصرفش عليه، والحاجة التانية ان حضرتك عايزة ترفع قضية طلاق او خلع. ما يجراش حاجة خالص لو الاتنين مشوا مع بعض، او اننا نرتب اولوياتنا واحتياجاتنا في هذه المرحلة. محتاجين فلوس فنرفع قضية نفقة، ومحتاجين الطلاق او الخلع فتترفع برضو. طيب اللي أنا فهمته إنها ما معهاش فلوس لا لمصاريف القضايا ولا لأتعاب المحامي أو المحامية اللي هيرفعوا لها القضايا دي. في الحالة دي في جمعيات أهلية كتير بتقدم مساعدة قانونية مجانية للسيدات،
أو المجلس القومي للمرأة، عنده فروع في كل محافظات مصر، وفي جوه المجلس القومي للمرأة في حاجة اسمها مكتب شكاوى المرأة. في عدد كبير من المحامين المتطوعين بيقدروا يتولوا النوع ده من القضايا مجانا. حضرتك ممكن تكلموا التليفون بتاعهم الخط الساخن 15 115، تسألوهم أكتر وتعرفوا أقرب فرع لمحل سكنكو إيه، وتاخدوا معاده تروحوا تقابلوهم، وربنا يقدم اللي فيه الخير. لحد هنا وأسئلتنا خلصت وحلقتنا كمان خلصت. بتبسط جدا لما بتبعتولي حكاياتكم، وبنستفيد منها، وممكن نتقابل كمان ونعرض الحكاية، صاحبتها تتكلم عنها بنفسها زي ما بتشوفوا في البرنامج، أو الأسئلة اللي انتوا بتبعتوها برضو كمان بتسعدنا جدا لأن بنستفيد منها. شوفكم دايما دايما بألف خير وبألف عافية.